So, welcome everyone. لأول بودكاست عندي في دي السنة وأول مرة لايف وعندي الضيوف سيمون ودكتور دين. حنتكلم على موضوع اليوم اللي قد إيش أنت شجاع في العلاقة، وهذا موضوع مرة كبير ومرة في وجهات نظر كتير، في لأنه في ناس كتير في العالم. عشان نبدأ، أنا جبت 4 جمل للعلاقات كلمات ونبقى نشوفها. هل أنتم مستعدون لذلك؟ الآن الوقت، خلينا نبدأ. لا، أنا كمان هذا اللي أنت بتقولي هذا بيصير لي كمان. هنا إحنا لازم نسويها الآن، بعدين نشير كأننا حمير. وهو ممتاز، هو للأولى. خلينا ننظر هنا، أنتوا الاثنين أنتوا مرة خالقين في العلاقات، وهذا خلاقين في العلاقات. فأنا بأشوف الكلمات اللي موجودة بالنسبة لكم، إيش العلاقة الخلاقة ليكم أنتوا الاثنين، سيمون ولا أنا؟ أنا عجبني إنك أنت نظرتي في الموضوع. إحنا حسبناها، إحنا اللي طلعنا الكلام. هي نظرت في الموضوع بدل من العلاقة. لي واحد من الأشياء اللي جاري قال لي هي لسنين طويلة، ودين قالها وأنا وقلتها، إذا أنت تبى تختار تكون في علاقة لازم تخلق 20% أكثر مع بعض من إنكم لوحدكم. وهذه أنا أول مرة سمعت في Access Consciousness في العلاقات، قلت واو، قلت هذا مرة، قلت مرة نظرية هنا، لأنه أول مرة سمعت جاري يتكلم لايف. أنا سمعته وكان بيسوي علاقة كلاس للعلاقات في الليل، وأنا ما كنت مهتمة في العلاقات أبدا. قلت أنا ما أسوي علاقات، ليش أختار واحدة؟ شوف السؤال هناك. وأنا اللي لاحظته، أنا بأشوف كل علاقة اللي حواليني عشان أختار شيء لنفسي، بدل ما أروح إيش أنا بدي أخلق. وهذه من أول المرات اللي سمعت جاري يتكلم على العلاقات، وهذه أول مرة في حياتي نظرت في الموضوع، قلت أنا ماني خطأ، اللي هو اللي أنا قررته وأخترته. أنا كبرت، أنت خلط إذا ما في صاحب، أنتوا غلط إذا ما عندكم، إذا ما أنتوا شايفين ما بتخلقوا أولادات، ما بتكونوا في محدودية هذا الواقع. والخيارات المحدودة ولي الخلاق العلاقات، إيش اللي ممكن أنت تكون عليه، إيش اللي ممكن ليك، لأنه إحنا مختلفين. وأنا دائما بأتكلم في العلاقات، الواحد يشوف إيش اللي يشتغله، وممكن يتغير. إيش يشتغل ليك الآن، ممكن دحين في دي السنة ولا السنة الجاية ولا بعد 20 سنة، إيش اللي يشتغل لك دحين. وهذا بداية العلاقة الخلاقة، إنه الواحد يكون واضح، مو من الاستنتاج، إنه العلاقة أو الشيء اللي تبغاه في تبغاه في حياتك وفي علاقتك، وهذا اللي تروح لعلاقة. وفي شيء كمان بدي أقول، شيء تاني، عشان إذا أنتوا سويتوا علاقة خلاقة مو معناتها هي علاقة خلاقة. هذا الميكروفون هنا بيطير، لا تسموا شيء. أنا شوف، أنا في علاقة خلاقة، أنت لازم تسوي فيها عمل. كيف أنت تعرف أنك في علاقة خلاقة؟ أكيد يا دين. هلا، أهلا يا علاقة، أهلا يا نساء. خلينا نشوف، نخلي الرجال جالس ويكون شكله كأنه غبي. شكلك حلو، أي شكلك حلو بدان. أنت اللي مو لما تقول لي رجال شكلك حلو مو لازم يتكلم. أنت
في ناس مثلا بس العلاقات بالنسبة لهم شكله حلو، العلاقة الخلاقة، أشياء اللي سيمونة كانت بتتكلم عليه هي كيف اختلافها. إذا عنده الواحد علاقة خلاقة إنه يشوف إيش الاختلاف وإيش اللي عليك وإنت إيش الاختلاف اللي تبغوه وكيف ممكن تكونوا في المساهمة لذا المكان، هذه العلاقة الخلاقة. كمان كيف الواحد يعرف إنه ممكن نقولها، بس كيف الواحد يعرف؟ لا تروحوا في الاستنتاجات إنه عندكم علاقة أصلاً. العلاقة الخلاقة هي إنها تكون علاقة خلاقة طول الوقت. هذا اللي بدي أنظر عليه كمان، دائماً إنه الاستعداد للتخلي، وهذا كجزء منه. إذا تبوا تتمسكوا لشيء أو في علاقة أنتوا بس وقفتوا الخلق والخلق منه، لأنه العلاقة الخلاقة إنه تكون في سماح إنه الواحد يتخلى عنها الآن. هل حتشتغل الآن؟ هل حتشتغل بعدين؟ وقفي وقفي وقفي. الواحد يقول ده الكلام كأنه الواحد مستعد أو مستعد. خلينا نسوي إنه كجزء. خلي هنا بنتكلم هذه العلاقة. The most sticky relationship is the one that's the most sticky at the time, whichever one it is. So, فالآن هذه الأدوات إنه كيف تخليها خلاقة وما توقفها، وإنه الواحد يكون مستعد إنه يخليها إنه يخلي شيء يروح أي وقت. شوفوا الأوقات اللي في علاقات أو أي علاقة كنتوا فيها، قد إيش كان في يسر. أنتوا ما كنتوا معاهم عشان في احتياج، عشان كده نكون في مكان إنه اللي ما نسمح إنه الشيء ينخلق ويتغير. قررنا إنه في احتياج، إنه هم الوحيدين اللي وهذا اللي دائما يوقفنا. شوفوا للشخص اللي دائما يحتاج، لا توقفني، لا 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 بس عندهم لا لا لا. لأنه لو كنت كده ممكن مرات الآن كل احتياج لكائن مطلق هو كذب. شوفوا إيش الحقيقة لنا، واللي هو شكله كانه غريب. هو أسهل إذا أدركنا أنا ما عندي ولا احتياج، هذا شيء أنا بخلقه. قد إيش الأشياء ممكن تكون أرهب لو أنا سويتها، وأن يسمح لنفسنا أن نكون بنمشي في ذا المكان بعد أي مكان. بعدين ده الشخص ممكن يكون المساهمة اللي هو عليها، وكمان العلاقة وتكون علاقة خلاقة. هي مو إنه الواحد يوقفه إنه مثلا ده إنكم تخلوها، إنه الواحد يقدر يخليها تقدر تخلق أكثر بطريقة مختلفة. أنا لاحظت ناس مرة كثير لما نتكلم على العلاقات إنه الشخص اللي هناك اللي بيناموا معاه أو لا، هم ذا العلاقة. وإنت بتتكلم في علاقات مرة كثير بتظهر في حياتي من اللي بشتغل معاهم، أصحاب العائلة. واحد من الأشياء اللي أنا بشوفها مؤخرا هو الاسترخاء، وهو كأنه شكله سهل بس ما هو سهل زي ما إحنا بنقوله. اللي أنا لاحظ واحد من الأشياء اللي حتظهر في حياتي لو أنا اخترت الاسترخاء، أنا حخسر والمثير للاهتمام هنا أنا حخسر جاري أو دين لو اخترت إني أكون في الاسترخاء. وبعدين كنت بتكلم مع دول الرجال عليها، بعدين قال لي شوفي
شوفي قد إيش أنت بتحظي من ذلك، مو إيش حتخسري. أنت الواحد يظهر في العلاقات الخلاقة في كل محل في حياتي، لأنه في نفس الوقت حكون لوحدي أنا حخسر، لأنه في بروجرام الواحد بيروح وبعدين يوقف. إذا أنا ما كنت في دين نظرية أو في إني أنا حخسر شيء، إيش اللي ممكن أضيفه؟ إيش اللي ممكن أضيفه هنا؟ أنا أشوف هنا دائماً توسع لإمكانيات، والخلاقة الخلاقة هي على التوسع للإمكانيات في كل لحظة وفي كل أسبوع في كل مكان مع كل خيار بنعمله. والاسترخاء هو يديك فضاء إنه تعمل كده، يديك فضاء إنك تتوسع لشيء مختلف. مرة حلو ورهيب. هل تبي تضيف شيء يا دين؟ بالعكس مرة رهيب. والاسترخاء الشيء الثاني اللي يطلع من هنا، وإنه يجي لكلام الاحتياج كل مرة في الفاسيليتيشن ولا في الكلاس على العلاقات، كجزء منه إنه كيف إنه لما يكون عندكم ما يحتاج تتحكموا عشان تطلعوا بالنتيجة، وبعدين ممكن تسترخوا وفي فضاء. والجمال في فضاء إنهم يكونوا على أشياء ما حيكونوا عليها أحياناً، ما هو مع شخص أو أحد تاني، هو فضاء إنك تكون أنت مختلف وإنت مع شخص آخر، وهذا هو الخلق الحقيقي. ممكن أضيف واحد شيء؟ إذا أنت سامعين ده وحضرت كلاس أكسس كونشسنس وسمعت أداء اللي في الفاونديشن بنتكلم عليها، هل كائن مطلق؟ أنا لي في أكسس 22 سنة بأيسر بأكون في البزنس، وأنا دائما أقول الكائن المطلق يدرك يعرف ويكون ويستقبل، صحيح؟ أنا تكلمت على ده، بس في الحقيقة لما أنا أغوص في ده الموضوع مرة جديد لي الآن مع هذا الاسترخاء. أنت شفت لدين اللي إيش بيتكلم عليه؟ هل كائن مطلق يقدر يستقبل أكثر مع كل شيء من غير وجهة نظر؟ وعلى الواحد بيستقبل أنت بتكون أكثر، بتعرف بتقدر أشياء أكثر. وأنا بقدر أتكلم على ده، وأنا بتكلم على السطح حق هذا، وبعدين كني أوصل نقطة وأخرج. أنا ما بقول أنا دحين أدرك كيف ده توسع في ده الموضوع، إنه واو ممكن يستقبل أكثر يكون أكثر من غير أي وجهة نظر. كل دي الأدوات تيجي في المكان وجهة نظر. إذا نظرنا هذا اللي أنت قلتيه في البداية، اللي قال جاري إنه في العلاقات إنه حيخلق 20 مرة زيادة، هذه علاقة ممتازة. وإذا نظرنا ده التوسع للإدراك للمعرفة والاستقبال، هو في طريقتين إنكم يا الواحد يتحكم فيها ويخليها تسهم. هذا شكله كأنه سهل الموضوع، بس اللي أنت بتتكلم عليه هنا إذا حطينا ده للوعي، واحد من الأشياء اللي رهيبة في حياتنا معانا ومع الآخرين، واللي هو كيف إحنا بنتواصل الآخرين، إنه يسمح لنا نكون أعظم، وما هو إنه إحنا كيف نغطي احتياجهم، كأنه الأساس، كأنه الشيء السبب الأساس هو اللي بتتكلمي عليه. كيف الواحد إنه كيف يكون هنا مكان مسهم بدل من إنه إيش الناس يحسبوا إنه المفروض إيش اللي المفروض يعملوا بالاستنتاجات
وتعلمنا مرة كثير دولة لما كبرنا والإدراك زي اللي قالته سيمون. إيش اللي تطلبوه؟ هل تبغوا تطلبوا يكون في علاقة تسهم، ولا تبغوها تكون أساس الاحتياجات وما تكون مسهم؟ أنا مشيت في مقطع الكنترول، وتحسبوا الكنترول حيخلق شيء أعظم؟ أقول لكم حقيقة لا. واحد من الأشياء كمان، لما الواحد يتواصل مع الآخرين، ما هو فين أنتوا الآن في ذا المكان في حياتكم؟ إيش اللي لكم جذاب؟ إيش اللي يجذبكم للموضوع لأي شيء؟ أنا أقول اللطف والمتعة إنه بس يكونوا نفسهم بغض النظر. شخص لطف، واحد حقيقي مختلف، وشخص مرة ذكي وكان يضحك ويحب يضحك. لا بيستعمل يقول طوله كذا وطوله كذا. يمشي في البحر. بينا كولاد. أنت بتتكلمي على الرز. أنا أشوف دي أحياناً. شكراً لكم. إحنا أحياناً نعتقد في دائماً في مكان لي. It's an exponential factoring system. It's geometric. Okay. The numbers game. That's right. Big time. But so in the الآن, what is that? ما هو دا لنا وننظر معظمنا. مرة مثير للاهتمام لأنه الجزء الثاني من ده إيش اللي إحنا نشوف نفس. أنا ما أعرف، أنا ما أعرف دي الكلمة أصلا هي إيش معناها. هل إحنا نشوف نفسنا بدال المكان، ولا بنخلق صورة إنه نخلي نفسنا نكون شكلنا لنا قيمة للآخرين؟ إحنا كل واحد يكون مختلف لو أدركنا. إحنا بنشوف ده في كل العالم، لأنه الناس إذا سألت كل أحد إنه كل أحد إيش أكثر شيء إنه واحد عايش وإنه يكون حقيقي نفسه. هذا إحنا مرة لينا كبير، ولأي أحد بيشوفنا الآن. ماذا لو نظرنا الآن لدى الموضوع من كل دي أشياء الصورة، ولا أنا اللي بحط وإني بأسوي نفسي مو هذا اللي متطلب؟ ممكن أنا أظهر بكل مكان وإني أنا أشوف دي الأشياء في نفسي وأستمتع فيها. هذا المكان ممكن ألاقي أحد يحب يلعب معايا هنا، بدل إني أحسب إني لازم أغطي إنه لازم أخبي أجزاء مني، إنه أحد هنا يخاف إنه يشوفني. إحنا الدحين تكلمنا مرة على أشياء كثير وأدركنا مرة في أجزاء كثير في دا أكثر من الناس اللي تتكلم عليه. وإحنا في الكلاس مثلاً بودن بوك حنسوي لكل وجهات النظر اللي حتطلع. في كثير مرة كثير في حياة الناس في دا أكثر من الناس اللي بيتكلموا عليه. والشيء الثاني إنه الواحد إنه يدرك في دي الطبقات كلها، إنه يكون في دي المواضيع، إنه يكون بعيد من وإنه يتوسع ويعرف إيش الاختلاف. ممكن أضيف في موضوع العلاقات إنه يكون الواحد بنفسه ويكون
مختلف أو يكون نفسه. كنا بنتكلم على محل حق إنه إيش اللي أسويه، إنه كنت كنا بنسوي ميتنج حق الفلوس وكذا أشياء، وبعدين قلت رسالت لدين لأنه أبغى جزء يكون ده. قال لي لما يكون في جاي ودين إنه لازم أكون أكثر إني مرتب وأكون مختلف. بس أنا مرة ممتن لأنه كان عندي ده الاجتماع وبداية دين. دين كان بس بيكون نفسه وحط جزء في ده الميتنج إنه ممكن نسترخي، إيش اللي بننظر هنا، إيش اللي بنكون فيه السؤال، وإنه يكون في علاقة خلاقة مع البزنس وإحنا بنشتغل عليه. وبعدين أتواصلت مع رجال تاني وكنت بقول له على الموضوع، وقال لي سيمون، قال لي مرة مثير للاهتمام إنه كيف يشتغل مع أكسس، إنه لما كان في اجتماع قال أنا لازم يكون عندي البرزنتيشن جاهز، وأنا كنت لابس وجالس بطريقة معينة. قال أنتو هاي أهلين كيف حالك، هنا إيش اللي نغير. وبنخلق واقع مختلف مع بعض بعيد على كل شيء من اللي موجود. كيف إحنا نكون جزء، وهنا هذه العلاقة في البزنس اللي بتخلق فيها، وإحنا ما بنمارس الجنس هنا حكاية حقيقية. أنا لم كنت بأتكلم كيف إنه في الاتصال وفي الكوميونيون للاتصال التعاشري، أو هو الكوميونيون بالإنجليزي هو التبادل المشاعر إذا أنت بتتواصلوا بدي الكلمة. أنت دوبك أديتي مثال إنه كيف الكوميونيون، كيف أنت ممكن تقولي لأحد كيف ده إيش الكوميونيون، اللي هو الاتصال اللي فيه عشرة، اللي هو ونس الوجود، كل شيء موجود ولا شيء يحكم ولا جزء إنكم تحكموا عليه ولا أنتوا تنفصلوا على أي شيء من الموجود، إنكم تدركوا إنه هو إنه كلنا إحنا من غير انفصال. أديكم مثال، لو الواحد يبقى يدرك قد إيش ممكن يقدر يغير باتصال من الأشياء، إنه يكون مثلاً في الطبيعة، أنتوا جسمكم والطبيعة، هذا المكان اللي تكون فيه، ناموا على الأرض مو في التلج. بقول لكم في الوقت الجو حلو أمسكوا شجرة، كونوا في البحر، هذا أنتوا. ماذا لو عندكم ده؟ ماذا لو أنتوا لبستوا شيء إنه يسمح لكم إنكم تكونوا ده، وتكونوا أنتوا ده ويسمح لكم تكونوا ده مع الناس؟ ما الذي يتطلبه هنا؟ هذا كيف شكله؟ وإيش اللي ممكن يخلق؟ وإيش اللي ممكن تختاره؟ عشان إذا عندنا ده، قد إيش حيكون هنا في حتة ما هي معرفة لكل محدودية موجودة مع كل اتصال في العالم؟ أنتوا الاثنين تكلمتوا معاي، تكلمتوني قلتي له كان عندكم كوميونيون اللي هو اتصال تعاشر مع قاعد، وهو مرة مختلف على اللي إحنا نحسبه. لما يكون عندكم كوميونيون مع شخص، كيف يقدر يكون؟ كيف ممكن توصفوا ذلك؟ هاي هلو. مو عمره مو شيء يتصلح، هو شيء دائما متغير، ويكون ما عنده شيء محدد أو محدد. في اللحظة اللي قلت أنا ممكن أعرف علاقتي مع جاري، كل شيء تخربط وتقولوا إيش اللي صار وتعلمت في السنين. أوكي أنا ما هحاول أحدد ولا أعرف شيء لأنه ما هو معرف ولا هو محدد، هو دائما في حركة، حتى الكلمات مرات توقف الأشياء.
ممكن تضيف شيء يا دين؟ كمان؟ وكمان ما هو مثالي. That's okay. وهذا عادي. ما هو ديزني، أغاني ديزني ولا كرتون. في كانت بنت كانت بتكبر، قالت أنا قلت هذا حقيقي، أنا دائما كنت أحسب أنه حتيجي العصافير تلبسني، ودائما تيجي عصافير تضرب في القزاز، ولا هذه البنت مرة تحب أنها تكون مو لازم تكون، ولا أنتوا خطأ أو أقل، أنتوا أعظم، وما تحاولوا تعملوها كذا. كثير من الناس اللي يحكموا عليه في العلاقات لأنه ما هو الشكل اللي المفروض يكون عليه. أنا أقول دي الكلمات وأنتوا تحسبوا أنكم ما أنتوا حاضرين مين أنتوا مين في العلاقات في دي اللحظة، بس إذا مو لازم تسووا كذا. الاتصال التعاشري اللي فين فيه الخمسة عناصر للحميمية، اللي هو الثقة، الإسهام، هذه الحضور، الحضور في طول الوقت. وكثير في أوقات إنه الواحد يكون عايش في ذا العالم والناس عندهم إنه الواحد يحس نفسه أقل من اللي كان أمس، إنه يكون في لحظة ويبدأ الواحد في نقاش، هو حيحطكم في مكان في وعي. أنا أدركنا الآن ده المكان، إنه إحنا الآن قريبين بس مو دائما. شكراً إنك معانا الآن يا حبيبي، مو إنه إحنا خطأ، أنت سويت كذا أو إلا كذا. واو، أنا نسيت قد إيش إحنا قريبين. هذا مرة شكله رهيب، مرة مبسوط إنه هو موجود الآن، وهو مختلف تماماً. ما نبي نحاول نسوي أي أحد صح ولا خطأ، بس نبغى نشوف الإمكانيات إيش اللي ممكن يكون نختاره هنا، وإيش اللي في الاختلاف بين العلاقة. ممكن شكرا إنك قلت ده، لأن الواحد يكون في الاتصال الناس دائما، إنه دائما الناس يبغوا شكل معين. واحد من أصحابي اللي مرة في العالم، عندنا لحظات، بس الآن بعد ده كله هي الخمس عناصر للحميمية زي ما قال. هذا الاتصال إنه بين العناصر، خمس عناصر للحميمية، ممكن تضرب نضرب الأشياء في بعض، بس إيش هو تحت؟ وهذه الأشياء كلها اللي تظهر هي جزء، كيف ممكن الواحد يكون جزء ويختار. واحد من الأشياء اللي بدي أقولها عن إيش اللي يسمح لنا الاتصال والإمكانيات، كثير مرة كثير يتجنبوا ده. لما الواحد يكون في اتصال ممكن يشوف الواحد يشوف محدوديات الشخص، ما يشوفهم إنهم مثاليين، لأنه ما في أحد يشوف أحد كذا. ممكن تشوف الأماكن اللي محدودين ولا مجانين، بس ما عندكم حكم على الموضوع، وما تمسكوا عكسهم، ولا مو تقول لهم إنه قد إيش هم خطأ. وهذه مرة وجهة نظر مختلفة. إحنا تقريبا على النهاية. أنتوا تيسروا، عندكم نهاية فبراير لأول مرة في الحياة، هو كأنه بداية. إذا أحد سأل ده، إحنا نبغى إيش يبغى يسوي، أدوات اللي هي علاقات بطريقة مختلفة، إيش الأداة اللي ممكن يجربوها لدي الكلاس. كل شيء كانت علاقتي قبل دي اللحظة، أنا الآن دي سليفاي، أسيح، أدمر وأعدم خلق،
وأخليها تروح وأسوي الخيار في دي اللحظة إني أكون خلاق، إنه في دي العلاقة والإدراك الهدية اللي دي العلاقة ودا الشخص ممكن، وإنه أن الهدية اللي أنا عندي هي اللي إني عندي نفسي. ده رهيب، شكرا. وأنا ممكن أقول لا تحكموا اللي أنتوا قررتوا إنه ما عندكم، لأنكم أنتوا اللي سويتوه اللي الآن بتختاروا. كونوا في ده وأسألوا زيادة من هنا. بوم 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 We'll be on Judgment Day. And we'll tell you the story behind it. But we're getting out of judgment, which will allow Simone and Shusissa Bowman, a friend of ours, to be able to sing. احنا حنخليهم كلهم يغنوا حتى صاحبتي تيشا. We have the same target in which is empowering people to إنكم تسمحوا نفسكم تكونوا عظيمين لنفسكم والعلاقة والعلاقة الخلاقة، وأن يكون من مكان إنه بوجهة نظر مختلفة. أنا بدي أشوف إنه في أبواب مفتوحة وفي أشياء مختلفة، والناس ممكن يسمعوا أكثر للكلام اللي هو حقيقي حقهم ويكونوا من هنا، وهذا يكون بداية. وأنا متحمس على ذا الموضوع. في لينك تحت اللي بيعرف على الكورس. وشكرا. ممكن تسووه أونلاين. هيكون في أستراليا. ممكن. Australia. So until then, thank you both so much. Shukran. Thank you. Shukran. Bye. Thank you, translator.